بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده جات لنا في بريد بسمه امل. احنا عندنا اللي عايز يبعت قصه يبعتها بسمه امل ات عمري خالد دوت نت، يبعت لنا عليها القصة اللي عنده. فالقصة دي جت لنا من يعني من شاب عنده 17 سنة. جميلة القصة جدا. هو بيقول ان كان في راجل فقير لكنه موهوب، فقير بيمشي في الشوارع كده يندب حظه السيء، وهو موهوب في ايه؟ عنده قدرة ان هو يقول شعر بشكل تلقائي، بيقول الشعر على طول، لكنه دايما مكتئب، دايما مشاعره سلبية. على فكرة يا جماعة، اكتر حاجة تموت المواهب الناس اللي مشاعرها سلبية. خليك ايجابي يا اخي، يعني فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، غلب النفسية ديا. لكن هو كان الراجل دون فقير ويائس من سوء حظه في الدنيا، ومع ذلك موهوب، بس الموهبة ميتة. وهو مرة واقف وقاعد كده على رصيف من الأرصفة، وفي مجموعة من الولاد بيلعبوا كرة حواليه، فهو كده في حالته النفسية الحزينة بدأ يقول الشعر بتاعه. فبيقول: أحزاني متصلة وليس لها انقطاع، باعني الماضي وليس لي متاع، من زمن لا يكسب فيه إلا الضباع، ولا يجد الفقراء إلا الضياع. يعني بيكتب كويس، يعني بيقول حاجات وعمال يقول البيتين دول. فالولاد اللي بيلعبوا كورة صعب عليهم قوي وهو قاعد على الرصيف كده، فراحوا سألوه قالوا له مالك؟ فرد عليهم كده بدماغه بشعر، قال لهم: أنا الفقير الضائع، أنا الحزين الجائع، أنا من ليس لي مكان، أنا من اشترته الأحزان. فالولاد يعني من الكلمات بتاعته صعب عليهم جدا جدا جدا، وبدأوا يعني اللي يطلع جنيه واللي يطلع 5 جنيه واللي يطلع 3 جنيه ويدوله. حتى ولد فيهم ما كانش معاه فلوس، معاه سندويتش، قام نديله السندويتش، إلا ولد واحد. الولد ده كان ذكي، فبصله كده لقى في إيد الراجل خاتم شكله حلو، فقال له الولد، قال له: أنت جبت الخاتم ده منين؟ فقال له: ورثته عن جدتي. فالولد بص له قال له: طب ليه ما تبيعهوليش ودي لك بيه فلوس؟ فالراجل فعلا صادق، الراجل مش نصاب، يعني مش بيعمل كده عشان ياخد فلوس، هو فعلا يائس والخاتم ملوش قيمة. فالراجل قام قلع الخاتم، قال له: ده مغطيه الصدى، صدى أبيض. فالولد الذكي قال له: هو في حاجة اسمها صدى أبيض؟ هات وانا هديك بيه فلوس. فاداه للولد، فالولد راح لابوه وقال له: انا عايز ابيع الخاتم دون. فراح ابوه وراحوا معاه وراحوا للسايغ. السايغ بص في الخاتم، قال له: ايه يا ابني الخاتم ده؟ ده الخاتم ده عليه ذهب ابيض، ده الخاتم ده غالي جدا، انت جبته منين؟ انا عايز اشتريه. فاشتريه منه ب5000 جنيه. فالولد خد ال5000 جنيه ورجع للراجل، قال له: مش حرام عليك تبقى قاعد عمال تقول انا الفقير الضائع وانت في ايدك خاتم ب5000 جنيه وانت مش عارف قيمته؟ فالفقير اندهش جدا، قال له: أنا أمتلك ده؟ فالولد الذكي رد عليه وقال له: أنت تمتلك اللي أغلى من ده، أنت تمتلك موهبة جميلة، بس أنت مضيعها بالظلمة اللي أنت عايش فيها. القصة يا جماعة بتقول أحيانا بيكون في إيدينا مواهب حلوة قوي، لكن الطاقات السلبية والشعور باليأس والشعور ان انا منفعش والتشاؤم وعلى طول التفكير السلبي بيخلي اغلى حاجات في ايدينا تروح مننا. انا مؤمن ان ربنا ما خلقش بني ادم الا وجواه مواهب كبيرة. والله العظيم كل واحد بيسمعني دلوقتي جواه موهبة ربنا مديها له، بس للأسف احنا بنموتها لما ما بنكتشفهاش. طلع موهبتك واكتشفها، هي دي كنزك، هي دي اللي هتأكلك ذهب، هي دي اللي هتسعدك، هي دي اللي هترسم على وشك بسمة أمل. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.